والله هم قالوا ما ممكن تسافر، لكن نحن بندعو للسفر من خلال ربوع السودان المختلفة للتعرف على كثير من المساحات الجميلة، وتعرف كمان على بلدنا الحلوة وتفاصيلها وجمالياتها. ومعروف إنه في السفر فيه فوائد كثيرة، إحنا هنتعرف عليها من خلال ضيفنا الكريم وأستاذ خالد إمام، الشاعر والملحن والفنان وخبير التنمية البشرية. صباح الخير عليك. صباح النور والإشراق على هذا الشعب الجميل، صباح الإشراق الجميل برضو على جميع مشاهدي قناة الشروق، وإن شاء الله يوم سعيد للجميع إن شاء الله. والله أول حاجة عاوزين رأيك في قالوا ما ممكن تسافر، ومحمد الأمين من الفنانين المحببين عن خالد إمام. نعم، الأستاذ الموسيقار محمد الأمين أعتقد أنه هو الفخيم يمثل المفردة اللحنية والغنائية السودانية. الأستاذ الموسيقار محمد الأمين تجربة عظيمة وتجربة كبيرة جدا امتدت لسنوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها تمتد أكثر. يعني المفردات اللحنية والنصوص اللي تعامل معها الأستاذ الموسيقار محمد الأمين أعتقد أنها من الصعوبة بمكان أنها في 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 فترة زمنية صغيرة أنها يتم فيها كل هذه التجارب الكبيرة. قلنا ما ممكن تسافر، الحب والظروف، فضل الله محمد، يا جميل يا رائع، الصراحة سعيد الراحل، محمد علي جبارة، طائر الأحلام، سوف يأتي، الجريدة، أنا وحبيبي، الأستاذ الموسيقار محمد الأمين، والظاهر الأكبر والأعظم على مستوى خارطة الغناء السوداني. وفي اعتقادي الخاص أنه أكثر من أنه يعبر عن المضامين الشعرية والنصوص الكتابة في السودان، يعبر أيضا عن الأفكار اللحنية بشكل عميق وكبير جدا. يمكن المراغبين ما يستطيع أنه هم يختزلوا كل تجربة الأستاذ محمد الأمين في عمل موسيقي واحد. صحيح. الأغنية الآن قلنا ما ممكن تسافر، الحب والظروف، الأستاذ محمد، فضل الله محمد، في كثير من الفنانين الثانيين الغنوا لقطار الشوق والسفر ميعاد وقرب، وإنه حزم الحقائب بصورة عامة للسفر. نعم. تكلموا عن السفر وعن شغف السفر وعن إنه السفر هو ممكن يكون عنده تأثيره الكبير على الإنسان وعلى تفاصيل حياته والانتقال من منطقة للثانية، وكانت فيها كثير يعني صولات وجولات من خلال الشعر ومن خلال الفن السوداني. لكن أنا عاوزة أتعرف على التأثير المعنوي للسفر، بأنه زي ما كتبوا ما ممكن تسافر لتأثير العميق اللي ممكن يكون داخل الشاعر وقتها، كتبوا برضو للمحطات ولقطار الشوق اللي بيسافر عبر التفاصيل المختلفة في حياتنا. التأثير شنو للسفر وأهميته في حياتنا؟ خلينا نكمل الجزئية بتاعت الأستاذ الموسيقار محمد الأمين في الانتقال في اللحن، قلنا ما ممكن تسافر، الحب والظروف، لما يتحدث عن البعاد وكيف يصبح فجيعة ويصبح ألم كبير، تتحول المفردة اللحنية بمجريات اللحن، بمجريات النص الشعري أقصد. أيضا كتب عثمان خالد، كتب حليل وقال ناوي السفر يا حليل، كيف الوداع لمن يحين وقت السفر، وبيجي في نهاية القصيدة يقول أهديك عيوني عشان أستريح، ما الدنيا بعدك مبتسر. عوض الكريم الغرش، القطار المرة. صحيح الإنسان السوداني في التعبير عن الشجن العالي في الألم والفراق يتحدث عن الأغلبية، لأنه يضم الإحساس بالألم والفراق لصاحب الفجيعة، وبالتالي يصبح هو الأغلبية. عشان كده يقول فضل الله محمد، قلنا ما ممكن تسافر، وقلنا التفخيم ليس لشخص، يعني هو يتحدث عن المشاعر بجانب كذلك الإنسان نفسه. صحيح تحدث الإنسان السوداني والمفردة الإبداعية السودانية تحدثت عن الألم الفراق والسفر بشكل دائم، ولكن هي طبيعة الأشياء، لأنه أصلا المجتمع كانت شكله وحركته الدائمة هي معتمدة على السفر للمسافات البعيدة، وكذلك هي تعتمد على التلاقي على مستوى الجماعات الإنسانية عبر السفر. لذلك تلقي الشعب السوداني أيضا تحدث عن وسائل النقل في الأغنيات، اللوري والقطار والمركب، وكله أصبحت واحدة من المفردات. نعم الشعب السوداني أو المبدع السوداني يستطيع أن ينقل الصورة بشكل شفاف جدا وأنيق داخل المجتمع. مصطفى سيد أحمد غنى سافر. نعم. كأمر سافر يعني. أكيد صحيح. الأهمية السفر، نرجع للسؤال وتأثيره. طبعا هو واحدة من السلوكيات الإنسانية الطبيعية تحصل بشكل دائم ومستمر، ولكن المعاناة تختلف من جيل أو تختلف من شعب إلى آخر.
الإلفة العالية الموجودة في داخل المجتمع السوداني هي ترسخ للتفاصيل انه لا يستطيع انه يفارقوا بعض. المكان الخالي دائما الشاغر هم بالنسبه لهم مزعج لحد كبير، وبالتالي تصبح عمليه الفراق والسفر واحده من اصعب الوسائل الممكن يجرب الانسان السوداني. تسافر كيف تخلينا، تسافر كيف تخلينا لشوقنا وذكرى ماضينا. نعم، ولكن ده انطلقت منه افكار كثيره جدا عن ثقافه السفر، وانه كيف يعبر الانسان عن طريقة سفره من مكان إلى آخر، حتى أحيانا عن طريقة السفر بالخيال يعني، واستخدمت برضه كتعبيرات عالية جدا. الشعب السوداني متمرس على مستوى ثقافة السفر بشكل عالي جدا، ويستطيع أنه يقوم بها بأدوار كبيرة جدا. يستمتع بها طبعا. حقيقة موضوع الاستمتاع طبعا، لأنه الاختلاف الكبير جدا في الوسائل المستخدمة هي ما كانت الاستمتاع بالحد الكبير مثل ما يعني نلاحظ ونشاهده في العالم الآخر. لكن السلوكيات دي زمان كانوا لما انتقلوا من مكان إلى مكان في المناطق الصحراوية كانت في السلوكيات تتم أثناء الرحلة، العربية تحصل لها إنها تتعطل في مكان، ده كان ذاته عبارة عن حدث وطقس يعني، يقدروا الناس يقولوا فيه أشعار وقصائد كبيرة جدا، وفي كتابات السودانيين منتشرة برضو بصورة كبيرة. جميل. في ذات الإطار يعني في إطار السفر، نحن بنلقى إنه المشقة الناتجة عن السفر هي اللي خلت كثير من الشعراء وكثير من الأدباء وكثير من الناس هم يحاولوا إنهم يتعمقوا في تفاصيل السفر، يكتشفوا مكامن السفر، ويمكن المشقة دي هي اللي بتدي الإنسان مساحات إنه يتعرف على ذاته بصورة كبيرة، إنه هو قدرة احتماله على التفاصيل. السفر في ذات نفسه فيه خبرات ممكن يكتسبها، القطر اتعطل بيك، حصلت لك مشكلة تهت في الصحراء، اتعرفت على أشخاص من خلال السفر، الخبرات والتجارب اللي ممكن يكتسبها الإنسان من السفر. نعم، في الماضي كانت وسائل السفر محدودة، أنا أتكلم عن المحيط الداخلي يعني، ولكن انتشرت في الفترة الأخيرة الوسائل الحديثة اللي هي تستطيع أنها تنقلك من مكان لآخر بسهولة ويسر. واحدة من الوسائل أصبحت المطارات الموجودة عندنا، وكذلك وسائل النقل العادية في الطرق العامة وكذا. ولكن المعرفة الآن تتطلب خاصة أنه أكثر الناس أصبحوا يستخدموا المطارات في السفر، وبالتالي محتاجين لأنه يتعاملوا مع المفردات الموجودة داخل المواقع اللي فيها عمليات السفر بتتم. وقبل كده نحن يفترض برضو يكون عندنا معرفة كاملة جدا بأنه السفر لشنو، لأنه ده هو ذاته بيحدد طبيعة السفر. نعم، بيحدد الوثائق اللي أنت محتاج لها، بيحدد كذلك الوسيلة اللي هتستخدمها للسفر، بيحدد كذلك طبيعة الشنطة اللي أنت بتشيلها معاك، لأنه المكان من مكان إلى مكان يختلف. تمشي لمكان الناس تكون عارفة إنه المكان بارد مثلاً، وبالتالي بتكون محتاج لنوع معين من الأزياء والملابس وكده. لما تمشي لمكان صحراوي أو مكان طبيعته جافة بالتأكيد تحتاج لشكل مختلف. أيضاً التعامل مع المطارات يحتاج لمعرفة، لأنه الآن أصبحت، زمان كانت وسائل النداء الصوتي كانت منتشرة في المطارات، ولكن الآن أصبحت لوحات الإعلانات هي فقط ما تدلك على حركتك داخل المطارات. وبالتالي يفترض من الأول الزول يكون حريص على إنه يراجع وثائق السفر، الجواز السفر، التذاكر. بالمناسبة موضوع التذاكر، معظم الناس الآن يحصل لهم اللغط والخلط ما بين الفترات الزمنية اللي بتتم فيها عملية السفر. صحيح. يعني واحد يقول لك احنا مسافرين الساعة 11، الصحيح الآن انه الشركات تستخدم ال 24 ساعة من 1 ل 24، وبالتالي لما تكون مسافر الساعة 10 يكتبوا لك الساعة 22، وده مهم جدا انه الناس تفهمه، لأنه لما يقول الساعة 11 أحيانا مرات الناس يلخبط ما بين الساعة 11 صباحا والساعة 11 مساء. كذلك الإجراءات اللي بتتم عن طريق الجهات المختصة، الهجرة، كذلك الكاونترات شركات الخطوط، كذلك الشركات الهاندلينج عندها تعبير معين في أنها تنقل الراكب من مكان إلى مكان إلى أن يصبح في منطقة السلام الجوية، وبعد ذلك تتم رحلته بسلام. الصعود إلى الطائرة برضو هو محتاج منه لمعرفة كبيرة جدا، البوردينج باس، التعامل مع الكرو، كيفية الجلوس داخل الطائرة، لأنه الحاجات دي تتم بتعليمات دولية لا تستطيع أنك تتجاوزها أنت كراكب سوداني أو من أي جنسية أخرى.
وبالتالي نحتاج إلى ثقافة متراكمة عالية جدا الناس تحاول إنها هي تكتسبها، وما من الصعوبة بمكان، لأنه مجرد وجودك في المكان تلقى كثير من الأطراف تستطيع أنها تساعدك عشان توفر لك المعلومة. صحيح، وده اللي بيودينا طوالي، لأنه في كثير من الناس بعد ما تدخل الطائرة بتكون أو القطر أو الباص أو غيرها من وسيلة النقل، بتكون عندك الرغبة في أنه تعرف القاعد جنبك منه، تتعرف عليه بصورة أو بأخرى. السفر ممكن يكشف لك معدن الإنسان، وممكن يتعرف من خلاله على ناس. وزمان يعني بيحكوا اللي كانوا شغالين في مجالات النقل التقليدية سواء كان في القطار وقالوا، بقول لك إحنا اتعرفنا على ناس من السفر لا زالت علاقاتنا بهم مستمرة حتى الآن. ممكن يكشف لك معدن الإنسان، وممكن من خلال الوسائل النقل بصورة عامة أو السفر كمفهوم عام يخليك تعرف الآخرين وتتعرف على أنماط مختلفة من البشر. نعم صحيح، وأيضا تستطيع أنك تتعرف على جنسيات مختلفة وعلى ثقافات شعوب وعلى عادات وتقاليد مختلفة. جارك غالبا اللي بيكون في السفينة ولا في القطار أو في الطائرة هو يحمل أفكار ويحمل ثقافات ويحمل وجاي من بيئات مختلفة. التعرف على الناس في الماضي كان عملية جيدة، ونستطيع أنه هنا نتعامل معها بشيء من سهلة ونتعامل معها بشيء من الأمان، ولكن للأسف الشديد انتشرت في الفترات الأخيرة المحاذير المختلفة المتعلقة بالتعرف على الغير. صحيح السفر 7 فوائد، من ضمنها معرفة الناس، وزي ما بقولوا شق الديار علم، ولكن حتى هذه المعرفة أصبحت الآن هي مرتبطة بسلوكيات وبنظم وبتفاصيل يجب أن الناس يراعوها بدقة، لأن كثير من الشعوب والأجناس لا تتعاطى مع الغير في وسائل السفر. نحن كشعوب الكرم العربي والكرم السوداني الموجود في طباعنا العادية هو يجعلنا أنه نتعرف على الآخر بسهولة، ولكن صحيح أنه بعض الأطراف الأخرى أو الأجناس الأخرى هي ليست لديها نفس الأفكار. نعم. جميل، خلينا نجي للسودان يا أستاذ خالد. نعم. طالما إحنا عندنا مساحات متنوعة وعندنا ثقافات متنوعة وعندنا يعني ولايات مختلفة، وأي ولاية عندها خصوصيتها وعندها تفاصيلها وثقافتها وحضارتها وعندها إنسان المنطقة اللي من خلاله إحنا بنقدر نتعرف على سوداننا بتفاصيله الجميلة كليا. الإعلام عنده دور كبير ممكن لعبه في الفترة الأخيرة بأنه هو يبشر بالسياحة في السودان بصورة عامة، لكن خلينا نقول أنه السوداني الإنسان السوداني في كل منطقة هو ممكن يكون سفير لمنطقته من خلال التبشير بأنه هو عايز يوري الناس ثقافة السياحة في منطقته ويعرف الآخرين به. كيف نحن ممكن نستفيد من النقطة دي تحديدا من خلال السودان؟ كواجهة إعلامي أعتقد أنه ده كلام صحيح، ولكن على مستوى الحياة أو الممارسة الحياتية من الصعب بمكان أنه الآن نتعامل مع الأمور دي بشيء من الاهتمام. الآن إنسان السوداني أنا في رأيي أنه يفترض أنه ننتقل من مرحلة إلى أخرى. المرحلة الأولى الآن يجب أنه ندعم الإنسان السوداني في بيئته بما يجعله قادر على أنه يقدم الأفكار، حتى على مستوى الأفكار السياحة الداخلية زي ما تفضلت أنت زي ما قلت. إذا كان هو عنده القدرة على أنه يكون عنده استقرار داخلي أعتقد أنه هيكون سفير جيد لمنطقته وللبيئة حقته. أيضا الإنسان السوداني عن طريق كثير من التفاصيل اللي يتعاطاها بشكل يومي، الوجبات، الرقصات الشعبية، الممارسات الحياتية، التفاصيل العادية، الطقوس بتاعتنا بتاعت الإنسان السوداني في كل منطقة هي بحد ذاتها عبارة عن سياحة. وبالتالي حتى بالنسبة لنا نحن كثير من المناطق كسودانيين غير ملمين حتى الآن بكثير من الممارسات الحياتية والإنسانية والسياحية المتوفرة. حتى المناطق يعني في المناطق صحيح. في السودان بيقول لك دي في السودان من خلال الصور. نعم. ومن خلال الكاميرا. نعم صحيح، وده مهم جدا إنه الآن تنتشر الأفكار دي، لكنها تحتاج لإمكانيات أستاذ أمل. لأنه الآن إذا ما كانت الإمكانيات توفرت، أقل إمكانية يجب أنها تتوفر هي إمكانية الموارد البشرية. لو ما توفرت بالشكل الجيد الظروف الاقتصادية بصورة بالضبط صحيح. أكيد طبعا اقتصاديا عندما نتكلم عن الاقتصاد معناها نتكلم عن الموارد البشري في الأول، بعد ذلك نتكلم عن الموارد المادية، وبعد ذلك نتكلم عن المعينات، بعد ذلك نتكلم عن التقنية. كلها تفاصيل تحتاج لترتيبات عالية جدا حتى نستطيع أن نقدم سياحة داخلية للمناطق الذاخرة. بالمناسبة الوطن ضخم للحد البعيد، والآن تستطيع كثير من قنوات العالم إنها تنقل صور
ولقطات عن مناطق سودانية حتى نحن لا نعرف عنها حاجة. صحيح. هم استطاعوا أن يتوصلوا لها عن طريق بحثهم الدائم عن طريق للمناطق والإنسان السوداني. كذلك الممارسات الحياتية في مختلف المناطق، مناطق الجنوب في الإنقسنة وغرب السودان في كردفان ودارفور، شرق السودان وشمال السودان وسط السودان، ضخم، عالم كبير جدا متناقم بصورة كبيرة، نحتاج لزمن طويل لأنه إحنا نؤسس عشان يصبح في ظل الأدوار المتكاملة وفي نفس الإطار بأنه إحنا كيف نقدر نبشر بالسياحة في السودان بصورة عامة. ممكن يكون لوزارة الثقافة والسياحة دور في النقطة دي تحديدا، في إنها هي ممكن تسهل كثير من المعوقات اللي بتلاقي السياح، أو حتى في الآونة الأخيرة انتشر البلوجرز اللي بيحاولوا إن هم يعرفوا عن ثقافات السودان، اليوتيوبر غيرهم اللي بيحاولوا في مقاطع هم يعرفوا عن إنه دي المنطقة ونحن زرناها في تحفيز للسياحة. ممكن يكون في دور لوزارة الثقافة والسياحة بصورة عامة في ناحية. أستاذ عمل، أنا غير مؤمن بالأدوار الرسمية بشكل دائم يعني، وأعتقد إنه إنسان المنطقة والوسائل الأخرى عن طريق الفيسبوك والتفاصيل اللي أصبحت الآن متوفرة عن طريق الوسائط التواصل الاجتماعي هي أقدر على أنها توصل الأمور بشكل جيد، لأنك تستطيع عن طريق هاتف في منطقة في أقصى شرق السودان أنك تنقل فعاليات للعالم كله. إذا احتاجت وزارة الثقافة والإعلام لأنها تقوم بهذه الأدوار، نحن الآن نعاني من البيروقراطية في العمل الإداري في الدولة بشكل دائم ومستمر، ودي صفة من الصفات بتاعت العمل العام. يجب أنه نتحلل من هذه الأفكار، يجب أنه يضخ المجتمع السوداني أفكار شبابية داخل العمل العام حتى يصبح العمل العام قادر على أنه يكون مواكب لما يحدث على أرض الواقع. البون والمساحة بالمناسبة شاسعة كبيرة جدا بينما أنه يستطيع أنه يقوم به الأدوار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الأفراد وكذلك الجماعات الموجودة في المناطق من الوزارات ومن الجهات الرسمية، لأنها تحتاج إلى ترتيبات لا يحتاج الآخرين، هم يحتاجوا لآلية ومعدة واحدة فقط تستطيع أنها تنقل لهم الصورة. صحيح هناك أدوار لها علاقة بالرسميات أنها تسهل الأمور على السياح، كذلك تجعل مواقع معينة تسهل أيضا بعد ذلك الإجراءات المتعلقة بالدخول والخروج، وأعتقد دي برضها نعاني فيها منها كثير من الإشكاليات خاصة في ظل الظروف الحالية. التعويل والدور الأهم دائما هو على الإنسان الذي يستطيع أنه ينقل الفكرة بشكل جيد وينقلها أيضا عن طريق موضوع شفاف وبسيط جدا نستطيع أن نتداول. هو دليل سياحي في المنطقة. نعم صحيح. جميل. أنا عايزة أتكلم في نقطة يعني خلينا نقول قبل الأخيرة إذا في وقت كافي، عن أنه نحن طيب أخيرة جدا يا شاكر قال لنا نقطة أخيرة لأنه الزمن. طيب خلينا نتكلم عن انه السودان، السياحه في السودان بصوره عامه ومن خلال السفر والتجوال وغيره، احنا بنفقد المفهوم العام الكبير، لانه انت زي ما قلت تكون دليل سياحي في منطقتك، وخلينا نقول حتى الحكومات المتعاقبه هي ما اولت السياحه دور كبير. يعني احنا لو حاولنا نسقطها على بعض الدول عالميا أو في المحيط الإقليمي بصورة عامة، بنلقى أنه الاهتمام بالسياحة هو قد يرفع من اقتصاد البلد بصورة عامة. رسالة لمن توجهها وماذا أنت قائل فيها أستاذ خالد؟ أول حاجة اسمح لي أهني وأرحب وأقول صباح الخير على صديقي الأستاذ الفنان الجميل عادل مسلم، وأعتبر أنه هو سفير لكثير من المضامين والأفكار اللي طلعت من منطقة شرق السودان، قدمها الأستاذ عادل مسلم وكذلك بمعية الأساتذة الكبار محمد البدري ومحمد عادل مسلم. في الفترة الأخيرة نشط بصورة كبيرة جدا وأصبح سفير يستطيع أن ينقل. أنا أتحدث في ذات الموضوع بالمناسبة عن السياحة وعن ما يستطيع أنه الإنسان أن يقدم، ودي الرسائل الدار نقولها رسالتين. الأولى لرموز المجتمع السوداني والتي منها هي تهتم بشكل أو بآخر وبدقة عالية جدا بأنها ترعى المواهب التي تستطيع أنها تقدم الفكرة بشكل جيد، لأن السياحة الآن بالدليل القاطع في بعض الدول المجاورة لنا أصبحت هي واحدة من موارد والناتج القومي الأساسي في الدول دي نفسها. الحاجة الثانية المهمة، الرسالة الثانية، أنه نفس السكان المنطقة يجب أنه يكونوا فخورين ويؤدوا تفاصيل حياتهم العادية بشكل عادي حتى تصبح واحدة من المنتجات اللي يتم تداولها بشكل دائم ومستمر. هذا السودان بلد جميل أنيق وفيه تفرد عالي جدا، لو استطيعنا أن نستثمر هذه الإمكانيات. السفر ذاته ملهم للشعر والملحنين. نعم. شكرا لك كثير أستاذ خالد إمام، الشاعر والملحن والفنان وخبير التنمية البشرية. لك شكرا التحية. جزيلا أستاذ عمر، شكرا جزيلا. كانت صباحية مختلفة ومتميزة، وهي دعوة لكل متابعينا بأنهم سافروا يعني ويتجولوا في ربوع السودان.